حي الله شاعرنا الكبير، الله يبارك، الشيخ والشاعر والنصراوي الشاعر مشعان البراق. حياك الله تحية المطر. عليكم زود، الله يبارك فيكم ويجمعنا وياكم على ما يحب. اللهم وش وين الغياب يا شيخ؟ والله استراحت محارب. ما شاء الله عز الله أن استراحت محارب. وش يقول في رمضان يا شيخ؟ هذه بيات قبل كم سنة، دخل علينا رمضان وخدت لي تقريبا أكثر من أسبوع لا كتبت ما لبيات شيء، واتصل علي أحد الأحباب وقال نبي بيات غزل. قلت والله ما تصلح في رمضان، ألح علي وارسلت رسالة أقول بين جرح الشعور وبين جرح الصيام حاجز لو كسرت ضاع كل تعبي. إيه صايم عن طرق الهوى والغرام مع كتاب الله المنزل وهدي النبي. وانت اللي تقول الشعر ما هو حرام، يا كبر شرهتي ما أدري يا كثر اعتبي. لرمضان الله يشرفه قدر ومقام، حال في مكتبه في لابسات العبي، فوقي من الخطايا والذنوب الجسام، ما ثقلت خطوتي بعد انهكت منكبي، لا عرضت في عيوني كان مالي عظام، كل ما جيت اوقف طحت على ركبي، من هو اللي يقول اني على ما يرام، والله انه ما يدري وش كتب في كتبي، لا متى نور دربي من جوم الظلام، كان ما الله خلق لي شمس في كوكبي، لا متى بيتي يقول الهمام الهمام، عن طرقي على وجه التراب اجنبي، اتوسد ترابع بعد ريش النعام، واصله لو اني احبي حبي، لا متى ثم لا متى، والكلام بكره ارحل وخليها ربي. الله النصر حتى لمه بحاجه النصر، نعتز باسم له شموخ وهو معناه، وتحيا بهمجاد لنا ما لها حصر. الله صح لسانك والله يجعله يطلع نشمي مثلك يا شيخ، مثلك انت وربعك ومثلنا كلنا باذن الله. اللهم على الحسين بن علي. الله التعب والياس قصه وشريط الافتتاح، والظروف تقول لقس المقادير، ازهلي وين عهدت كان مالت ورا هجري صلاح، الله يبيح اسم البيت ويخلي تلي، اقطعي بي كل حد عزيز ما يباح، وجهي يم المخاطر وخليها علي، حالف مترك من خيار نقوتها امراح، لين اوردها على نجد والمخرج ملي. اصهلي خلي صهيلة تلجبها الفياح، ذكريني في سنين الزمان الاولي، يوم رمحي لعتليتت تسننها الرياح، وانعصبت عمامتي ضامن مستقبلي، اسلب الارواح واخطف هوا الغيد الملاح، ويعرفني كل فارس وشغموم وشلي، وسرجت افخم من زرابي قصر بن صباح، وظهرت بلا سرج يا مال فرق البنت لي، كني اسبح فسمه فوق خفاق الجناح، لان سكبتي جعل يسقي ليالي تسلولي، ما دريت النشتة برقها الشعال لاح، والنفس فوحة بريد على الجمر غلي، فيت شي من النداوي ومن ظبي البراح، والطموح اللي ما تحتاج كحل ولا حلي، اللي انكفت شعرها وستر الوجه طاح، اتجل الشمس والليل الاسود ينجلي، طول هجرة ما يداويه دكتور الجراح، البطة ما هو بلت والجفة ما هو بلي، البطة ما يرخصت لو زمان راح، راح بيني وبينت مصافة سبيعي وسهلي. لا تحسبيني نديم من متى انا مستراح، والله اني من فقدت انا ماني خلي. لسانك يا شيخ يا غازي، نبغى نشوف وش قال فلوادم، ما دام انه قال في البهايم زي كذا وش بيقول فلوادم. نبغى من اللي قد قلته قبل التوقيف. والله ما اذكر. لا يا شيخ تصريفه يا شيخ، تذكر يا شيخ، خله بعد رمضان. اسلم يا شيخ. من الغزل اللي يطلبه خوينا، اقول سنين مرت كانها قطعه ايام، عدت من سنيني ولا ودعتني، اللي بقالي منها روس الاقلام، ذكرا تذكرني بمن خالفتني، جيت الديار اللي من العام للعام ازورها واطلالها مو وحشتني، صدفه وكم جرح بعد غفوته قام، عرفتها يوم انها عارضتني، وقفت ما بين الحقائق والاوهام، مرت علي الذكريات وخذتني الايام، ما كنا نفكر القدام، يوم اني ارجيها وهي راجيتني، راحت بحفظ اللي كف الرزق الايتام، الله يسامحها ورا ما احترتني، راحت ونكست البيارق والاعلام، وقنعت يوم ان السلوم اجبرتني، اليوم مرتني تخطب الاقدام، عدت علي وكانها ما عرفتني، ما كانها اللي خلت ضلوعي يحطام، ولكني اللي قبل اسافر بكتني، ما ادري عرفتني بعد 15 عام ولا انها بعد كبر رمستني. الله 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 الله، جاب العيد قبل العيد، ما صمنا ولا عينا. اعطينا سالفه ما قلت ابدا له برات شاي.
اي يا شيخ نبغى سالفة الرجال اللي يوم انك قلطت عليه هلا استقباله بارد. نعم. وش قصته؟ هذا رجال عزمني ويوم اني جيته والله انا حريص علي لجودي، لكن ما شفت الاستقبال، ما ادري انشغل، ما ادري جه ظرف، قال اكيد انه ما استقبلني استقبالا مثل عزيمته. ويوم جيت اطلع يعني عزيمته كانت قويه، ويوم جيت قوية عنده ويوم جيت لا والله أنا الاستقبال بارد تقدر تقول. طيب فيوم ان عاد جيت اطلع قال والله اني ودي اسمعنا منك بويتات وانا ارسل له بيتين. قلت ما جيت ابي دله وبراد شاهي، يا بارد انت ابي بيوت انت سريك، عطني القبو اللي يشد انتباهي واعطيك بيتين شدك بدنك. عندي راي للرجال. انت من اهل القصيم؟ اي نعم. دقها باع ثم اشتري كبسوله. والله هذا الراي ثم حط مساعدات كينج ثم دق بولين وجنود قلل. يا سلام. يلا تفضل يا ابوي حياك الله. يوم سمعت بالنكسس والله الحمد لله خلاص العيد اصلا ما اصل على غير النكسس وبذال النكسس يا وش القربوع اللي لا خمس سنين سموها هذه ابرقها جنوبي النكسس اخر موديل واقوى تحيه للقبائل بني رشيد اللي يستاهلون كل خير الله يبارك لك السلام عليكم. 6 مشاريع من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تنافس عالميا، وش هي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، المشروع الأول بنك البيانات الوطني، المشروع الثاني منصة استشراف، 3 إليفيت، 4 أداة رصد التشوه البصري، 5 مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، 6 مسرعة غاية. هذه المنجزات الوطنية اللي قاعدة تنافس عالميا، الواجب علينا أن ندخل على الرابط ونصوت لهم عشان نوصل للعالم كله إنجازاتنا الوطنية التقنية ونحصد الجوائز العالمية ونقدمها كرد جميل وشكر لأبنائنا وبناتنا اللي اشتغلوا عليها ونافسوا عالميا وفعلهم يرفع الرأس.